بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، إذن أما نحن تنبوه العربية بين يديك، الوحدة الرابعة، الحياة اليومية، الدرس 33، الأصوات وفهم المسموع. أولا، الأصوات طا. Wir haben den Buchstaben Ta. Und التدريب الأول، استمع وأعد. طارق، طه، فاطمة، لطيفة، الفطور، الأطباق. Das bedeutet, der Ta ist ähnlich wie der Ta, nur dass er dicker ist und dass wir nicht E sagen, sondern A. Ta. Natürlich, wenn man Ta sagt, merkt man, dass die Zunge hinter den oberen Zähnen sind. Ta. Ta. التدريب الثاني، استمع واعد. So. فلدينا هنا، we have here، طاب، طلاق، طل، طاء، طام، تاب، und das ist der Unterschied hier، تلاق، تل، تاء، تام، اعطى، استطاب، أوطار، فطنة، نطفة، أعتى، استتاب، أوتار، فتنة، نطفة، قنط، مط، ماط، يميط، قط أو قط، قنت، مت، مات، يميت، قت. Natürlich werden wir nicht die Wörter wieder übersetzen. Weil viele Bücher, oder viel, warum sage ich Bücher? Weil viele Wörter zur Zeit, also weil das spezielle Wörter sind, nicht alle, aber einige, habe ich dann gesagt, die werde ich nicht übersetzen. Und auch habe ich auch gesehen, bei dem Marrakesch, den Zentren, wo unterrichtet wird, machen die das auch nicht. Natürlich wird trotzdem, aber wer es möchte, kann mich dann eben fragen. التدريب الثالث، استمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطيبون والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. طور وكتاب مسطور. قل أطيعوا الله والرسول والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. Und so haben wir jetzt dann eben herausgefunden, wie der Buchstabe Ta ausgesprochen wird. Kommen wir jetzt zu unseren Tadribat. Muss ich ein bisschen kleiner machen. Thanien. فهم المسموع. التدريب الأول: استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. Das bedeutet, wir werden jetzt hören und die passende Nummer im passenden Viereck reinlegen. أولا: واحد. يقرأ القرآن في الغرفة. يقرأ القرآن في الغرفة. اثنين أو اثنان: تذهب إلى المدرسة بالحافلة. تذهب إلى المدرسة بالحافلة. ثلاثة: تكنس غرفة النوم. تكنس غرفة النوم. تستيقظ مبكرا. أربعة: تستيقظ مبكرا. خمسة: يكنس غرفة الجلوس. يكنس غرفة الجلوس. ستة: يستيقظ متأخرا. يستيقظ متأخرا. Natürlich das erste: يقرأ القرآن في الغرفة. يقرأ lesen, er liest. القرآن den Koran في الغرفة im Zimmer. Das ist dann هذا جيم. واحد مع جيم. طيب اثنان: تذهب أجد إلى المدرسة zur Schule بالحافلة mit dem Bus. هذا ب. اثنان مع ب. ثلاثة: تكنس غرفة النوم. تكنس Staubsaugen. غرفة النوم Schlafzimmer. فألف تكنس غرفة النوم. أربعة: تستيقظ أو stehen. Du stehst auf. مبكرا. Du stehst früh auf. أربعة مع دال. أربعة مع دال. خمسة: يكنس غرفة الجلوس. يكنس haben wir gesagt, das Staubsaugen. غرفة الجلوس ist Wohnzimmer. إذن خمسة مع ها. خمسة مع ها. ستة: يستيقظ متأخرا. Er steht spät auf. متأخرا. إذن واو مع ستة. Und somit haben wir dann inshallah diese Aufgabe beendet. نذهب إلى التدريب التالي. Wir gehen zur nächsten Aufgabe. التدريب الثاني: استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. Hör zu und leg die Nummer in dem passenden Viereck. Wir hören jetzt einen Dialog. ماذا تفعلين يوم العطلة؟ أغسل الملابس. وماذا تفعلين أنت؟ أغسل الأطباق.
ich wiederhole, mukarrir. ماذا تفعلين يوم العطلة؟ أغسل الملابس. وماذا تفعلين أنت؟ أغسل الأطباق. ماذا تفعلين؟ Was machst du weiblich? إن تفعل، أنت تفعل، أنت تفعلين، هو يفعل، أنا أفعل، ونحن نفعل. فماذا تفعلين؟ Was machst du weiblich? يوم العطلة. In der Freizeit. أغسل الملابس. أغسل kommt von غسل. Waschen. الملابس. Die Kleider. Ich wasche die Kleider. وماذا تفعلين أنت? Und was machst du? أغسل الأطباق. أطباق. Teller. إذن رقم واحد مع جيم. Eins ist mit Jim. طيب, رقم اثنين أو اثنان. متى تذهب إلى البيت؟ متى تذهب إلى البيت؟ أذهب في الساعة الرابعة. أذهب في الساعة الرابعة. هل تذهب بالحافلة؟ هل تذهب بالحافلة؟ نعم، أذهب بالحافلة. متى تذهب إلى البيت؟ Wann gehst du nach Hause؟ أذهب في الساعة الرابعة. Ich gehe um 4 Uhr. هل تذهب بالحافلة؟ Gehst du mit dem Bus? نعم، أذهب بالحافلة. Deswegen رقم اثنان مع ب. رقم اثنان مع ب. رقم ثلاثة. متى تستيقظ يوم العطلة؟ متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكرا. أستيقظ مبكرا. ماذا تفعل في الصباح؟ ماذا تفعل في الصباح؟ أقرأ صحيفة. أقرأ صحيفة. متى تستيقظ يوم العطلة؟ Wann wachst du am Wochenende oder also an dem Tag, wo du Freizeit hast, auf? أستيقظ مبكرا. Ich stehe früh auf. ماذا تفعل في الصباح؟ Was machst du am Morgen? أقرأ صحيفة. Ich lese eine Zeitung. إذن ثلاثة مع ألف. ثلاثة مع ألف. أربعة. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا، لا أنام بعد الصلاة. مش بدهولة. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا، لا أنام بعد الصلاة. Natürlich weiß man die Antwort, aber trotzdem übersetze ich das. أين تصلي الفجر؟ Wo betest du das Morgengebet? أصلي الفجر في المسجد. Ich bete das Morgengebet in der Moschee. هل تنام بعد الصلاة؟ Betest du nach dem Gebet? Schläfst du nach dem Gebet? Tut mir leid. لا، nein, ich schlafe nicht nach dem Gebet. لا، لا أنام بعد الصلاة. طبعا رقم أربعة مع دل. طيب نذهب إلى الصفحة التالية. الصفحة الأخيرة. التدريب الثالث. مربع المناسب. Hier werden wir nur vier Audios hören und von den und bei jedem gibt es dann eben drei Wahlen und wir müssen dann eine wählen. رقم واحد. متى تستيقظ؟ أستيقظ الساعة الرابعة صباحا. متى تستيقظ؟
أستيقظ الساعة الرابعة صباحا؟ الجواب يأنفوت ب Wann wachst du auf? Ich wache um 4 Uhr auf. طيب رقم 2، ماذا تفعل في الصباح؟ أقرأ كتابا. ماذا تفعل في الصباح؟ أقرأ كتابا. Was machst du am Morgen? Ich lese ein Buch. إذن الجواب رقم 2 مع ألف. طيب 3، متى تذهب إلى البيت؟ أذهب الساعة 10. متى تذهب إلى البيت؟ أذهب الساعة 10. Wann gehst du nach Hause? Ich gehe um 10 Uhr. إذن الجواب جيم. الجواب جيم. طيب 4، ماذا تفعل يوم العطلة؟ أكوي الملابس. ماذا تفعل يوم العطلة؟ أكوي الملابس. Was machst du am Urlaubstag? Ich büge. إذن الجواب 4 جيم. 4 جيم. ننزل إلى التدريب الأخير. Again, runter zur letzten Aufgabe. التدريب الرابع، استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. Höre die Frage und lege die Nummer in dem passenden Viereck. 6 Fragen. متى تستيقظ؟ متى تستيقظ؟ 2، ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين؟ 3، أين تصلي الجمعة؟ أين تصلي الجمعة؟ 4، ماذا تشاهدين؟ ماذا تشاهدين؟ 5، متى تذهبين إلى المدرسة؟ متى تذهبين إلى المدرسة؟ 6، هل تذهبين بالحافلة؟ هل تذهبين بالحافلة؟ Jetzt die Antwort. الجواب، متى تستيقظ؟ دال. رقم 1 مع دال. ماذا تفعلين؟ ها. رقم 2 مع رقم 2 مع ها. أين تصلي الجمعة؟ واو. رقم 3 مع واو. ماذا تشاهدين؟ ب. رقم 4 مع ب. متى تذهبين إلى المدرسة؟ جيم. متى تذهبين إلى المدرسة؟ جيم. رقم 5 مع جيم. 6، هل تذهبين بالحافلة؟ ألف. هل تذهبين بالحافلة؟ ألف. Natürlich, متى تستيقظ؟ Wann wachst du auf? ماذا تفعلين؟ Was machst du weiblich? أين تصلي الجمعة؟ Wo betest du das Freitagsgebet? ماذا تشاهدين؟ Was guckst du weiblich? متى تذهبين إلى المدرسة؟ Wann gehst du zur Schule? هل تذهبين بالحافلة؟ Gehst du mit dem Bus? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt auch, damit ihr übt, weil eine Sache, die man sehr vernachlässigt, ist, dass man nicht schreibt.
Das habe ich bei sehr vielen gemerkt und auch bei denen, die zum Beispiel Deutsch studieren. Also egal irgendwelche Sprache, man muss schreiben lernen. Es geht nicht, dass man einfach nur sprechen übt und hören übt und das Schreiben vernachlässigt. Deswegen schreibt es in den Kommentaren zum Beispiel, schreibt es bei mir auf Instagram oder schreibt es auf einem Heft und schickt es mir auf Instagram. Alles ist möglich. Eine Sache, die ich eigentlich am Anfang auch sagen wollte, ihr findet mein Instagram oder mein Messenger in der Info und ihr könnt mich dann anschreiben, damit ihr auch mitmachen könnt. Deswegen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mitmachen könnt oder mitmacht. Und inshallah habe ich die Absicht, dass sehr viele, also ich habe die Hoffnung, dass sehr viele an diesem Video, an diesen Unterrichten teilnehmen werden. Somit sind wir heute inshallah fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich und teilt mein Video, damit sehr viele Menschen davon profitieren. Denn ich habe niemanden gesehen, der auf YouTube das gleiche macht. Und Assalamu alaikum.